لنا ابسط الحقوق ايه، بس احنا ما عم نتطلع على العالم الخارجي غير خارج نطاقنا نحن كلبنان. انا بدي اتاسف، اعتذر، وبدي اتاسف على عدم الاضاءه على دول مثل موريتانيا، دول العربيه اللي عم بيموتوا، والعبوديه اللي هن عايشينها نحن عايشينها كمان، عندنا اياها بلبنان وعندنا اياها مخفيه، عندنا ديسكريميشن نحن بلبنان، ونحن لازم اول شيء نعترف انه عندنا اياها كرمال نبلش نصلح من حالنا. وشكرا. نحب نقول اللي المحزن في الدول العربية اللي الحقوق قد رهينة التنازعات السياسية. ايش معنى رهينة التنازعات السياسية؟ في تونس نحن فخورين برشا اللي وصلنا إلى درجة من الحرية، كسوسوا حرية التعبير ولا حرية الممارسات ولا حرية معتقد، اللي ولينا نطرحوا في مشاريع قوانين الحريات اللي أنا أقول مستحيل تطرح في دول عربية أخرى. ولكن يجي في الوقت هذا اهتمامات ولا مصالح سياسية أخرى تقف ضد الحاجة هذه، تخليك تتساءل للدرجة عنا أنظمة سياسية عقيمة في الدول العربية اللي تخلي تقف قدام معناها حاجة أساسية جدا اللي هي حرية الإنسان واللي هي الحرية الفردية. معناها وهذه مش حاجة للشعب برك، هذه هم زادة كسياسيين، هم جزء من الشعب. فخليك الإنسان يحط نقطة استفهام على الأنظمة السياسية وعلى الحكام بتاع الدول العربية اللي تخلي اللي توصل تقف ضد حاجة كيما الحريات. شكرا. تفضل. وبتأسف إنه دول عربية وإسلامية فيها هالشي، مع انه بدي ارجع للخليفة الاسلامي الثاني عمر بن الخطاب لما قال لعمر بن العاص، قال له ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. بستغرب كيف هيك شعوب، وحتى بتجربة داعش بسوريا كيف بيدعوا الاسلام وهني ابعد ناس عن قيم الاسلام. شكرا. مرحبا. أنا بما أنه فتحنا الحلقة بموضوع العبودية، أنا بدي أضوي على شيء يمكن هو منه كتير واضح، اللي هي العبودية الحديثة Modern Slavery، اللي هي منتشرة كتير بلبنان وبدول الخليج، حيث بيتم استقدام عاملات منزليات من دول أفريقيا أو آسيا. يمكن في ناس بتعملهم معاملة كتير جيدة، بس كمان بالناحية أخرى في ناس بتعملهم معاملة كتير سيئة، هي أشبه بكتير بالعبودية تحت مسمى نظام الكفالة، اللي ما بيعطي حقوق لهالعامل، اللي ما بيعطيه الحرية، اللي بيأثر عليه، حيث منشوف نساء أو فتيات أثيوبيات بنغلاديشيات بيتعرضوا للاغتصاب، للضرب، بينحرم منهم معاشهم، باسبورهم، تحت مسمى عاملات منازل. شكرا. الحرية هي بالأساس يعني القيمة اللي يجب أنه الناس والشعوب كافة تستند عليها. ما يتعرض له إخواننا في موريتانيا بالدرجة الأساسية والدول العربية الأفريقية هو يعني نتشارك الهم جميعنا كشعب عربي واحد بأن هذه مشاكل نعاني منها جميعا. وكما أشار الأخ أنه حتى في مسألة العبودية المتجددة، نحن الآن الحرية كبتت، مثلا في اليمن لا يمكن أن تخرج بجهاز موبايل في جيبك خوفا من أنك تتعرض للتفتيش ويحصل لك مشكلة معينة، في اعتقالات متلاحقة لا يمكن أن تتكلم. أنا الآن يعني لو أنا في اليمن مش راح أتكلم في حلقة تلفزيونية خالص طبعا. وهذا اليمنيين والأستاذة تعرف إيش معنى الكلام، لأنه أنا راجع اليمن فمشتيش أوضح. نحن نعاني بالدرجة الأساسية من حرية الرأي. إذا ما وفرت لنا حرية الرأي ليست بشعاراتها وإنما بحقيقتها، يعني مش راح أنا أخرج الآن وفي نقطة تفتيش تشيك بوينت يلاقوا يعتقلوني مثلا، هذا ما يحدث عندنا في اليمن. فمن هنا يجب أن ننطلق من هذه القاعدة الأساسية. شكرا. نكمل حديثنا عن الحرية من خلال أيضا حرية أو حق الناس في أن يكون لهم غذاء، ماء نظيف، وخاصة أنه نحن أمام تحذير من الأمم المتحدة أنه نصف سكان اليمن حوالي 14 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة الذي أصبح وشيكا. يعني في البداية أنا عندما أتحدث عن اليمن أو ما تعانيه اليمن ربما لا أستطيع أن أكمل لأسباب ولأشياء كثيرة، لأنه الوضع المأساوي في اليمن كبير جدا. هناك تعتيم إعلامي
بطريقة لن تتخيلوها أبدا. يعني يمكن سوريا أخذت حقها في الإعلام، في دول كثيرة العراق أخذت حقها في الإعلام، لكن في اليمن هناك تعتيم إعلامي كبير جدا. نحن نتحدث عن دولة حتى الأمم المتحدة وتقارير اليونيسف، تقارير البرنامج الغذاء العالمي يحذرون أنها خلال السنوات القادمة ربما تتحول إلى أكبر كارثة إنسانية في الدول العربية بشكل عام. نحن نتحدث عن 26 مليون، من 26 مليون هناك 21 مليون محتاجين إلى مساعدات إنسانية، 18 مليون ليس لهم أي نوع من أنواع الدخل، شعب يعيش بدون مرتبات لمدة 3 سنوات. هناك تقريبا 8 مليون يحتاجون إلى المياه، الصحة، الرعاية الصحية بشكل عام. عملتي مباشرة على الأرض؟ أكيد، كان في بداية الحرب في 2015 أنشأنا أنا ومجموعة من الصديقات اتحاد منظمات مجتمع مدني تقوم بالعمل الإغاثية والمساعدات الإنسانية، لأننا وجدنا الوضع كان مأساوي لدرجة لن تتخيلوها. يعني مهما تحدثت أو مهما رأيتم التقارير، الواقع ليس كما يعيشه الفرد في الجمهورية اليمنية، اليمن السعيد والآن أصبحت اليمن التعيس. يعني كانت هناك أسر ظروفهم المادية الحمد لله كانوا كويسين. يعني عندما نزلت نزول ميداني وجدت أسر لا تمتلك حتى أبسط 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 الأشياء في المنازل، لا يمتلكون حتى الأواني اللي يعدون فيها الطعام، أطفالهم في الشوارع، نساءهم يعني بدون ملابس. بجد يعني الآن وصلت محافظات لا توجد فيها مواد غذائية، يأكلون من أوراق العنب، يأكلون من الأشجار في محافظة اسمها محافظة حجة. وصلت مجموعة كبيرة من السكان حافة الجوع، يعني لو بحثتي عن هذه المحافظة ستجدينها محافظة كارثية. هذه مثال عدد المحافظات، لديك محافظة تعز، لديك محافظة الحديدة. يعني استخدام التجويع لأهداف سياسية والتركيع، وهذا استخدم أيضا في سوريا. أنا أعتبر في حصار مدن ومناطق، هذه أيضا تعتبر نوع من أنواع العبودية. بجد جوع الشعب، ربما لا يستطيع أن يتكلم، ربما لا يستطيع أن يتحدث، لا يستطيع أن يعبر عن رأيه. نحن وصلنا لمرحلة إذا أحد فينا يريد أن يعبر عن رأيه أو يتحدث هناك جريمة، يعني كأنك ارتكبت جريمة. إذا حتى أردت أن تقولي أنا جاوع، ليس لدي ما أكله. وهذه حصلت مؤخرا عندما حبوا مجموعة للخروج للتحدث عن احتياجاتهم للأكل، للغذاء، للصحة، للعناية، قمعوا بشكل كبير جدا. ويعني نسمع كثيرا عن قصص تنويم الأطفال من خلال أدوية ما كي لا يشعروا بالجوع أو يطالبوا بالجوع. يعني نحن نتحدث عن أشياء تحصل فعلا على أرض الواقع. بالنسبة لهذه المشكلة الحقيقة كانت واضحة في أغلب بلدان الوطن العربي ومنها سوريا طبعا. يقايد حق الحياة عند الإنسان بحقه بالأمان، تريد أن تبقى على قيد الحياة، على قيد الحياة يسلب حقوقا أخرى، تريد أن تعيش يسلب الحق بالوصول إلى الغذاء، بالوصول إلى الماء، بالوصول إلى الدواء. طبعا حصرت مناطق كثيرة في سوريا، تم منع إدخال الأطعمة، تم منع إدخال الأدوية، حتى أدوية الأطفال لم يكن من المتاح إدخال هذه الأمور إليها. وطبعا نتج عن هذا الموضوع بالنهاية المشهد السياسي الموجود اليوم، خريطة السياسية في سوريا، انتقال أيضا التهجير القسري الذي تغيير تم ديموغرافي تغيير الذي أيضا يوجد ملمح تغيير ديموغرافي في سوريا عن طريق التجويع وحصار هذه المدن. للحقيقة لفتني ما تحدثت عنه الآنسة عن موضوع الحق في العيش الكريم. هناك مبدأ أساسي في حقوق الإنسان بأنها جميعها حقوق متساوية وغير قابلة للتجزئة، وانتهاك حق أي حق من حقوق الإنسان هو انتهاك لمجموعة حقوق الإنسان بشكل كامل. لذلك سنجد عبودية، نعم،
عندما تكون السيدة التي تعمل في لبنان والقادمة من إثيوبيا لا تمتلك حق الإقامة أو حق الإجازة أو حق الإجازة تماما. مسألة الأوراق هذه مسألة جدا مهمة اليوم تثار في سوريا، وهي مأساة حقيقية بالنسبة للنساء اللواتي يريدن تسجيل أطفالهن في غياب الرجل وفي غياب وجود ورقة تثبت الزواج. اليوم هناك آلاف الأطفال السوريين غير مسجلين داخل سوريا، ما بالك في الأطفال الذين ولدوا في المخيمات وغيرها. لذلك أزمة حقوق الإنسان هي انتهاك حق واحد، هو انتهاك يوصلنا إلى انتهاك كامل تلك الحقوق وإلى الأزمات التي نشهدها اليوم. على كل يعني نحن نتحدث عن هذه الحقوق المفقودة داخل في دول تخضع لحرب أو لحصار أو دول ليس فيها تخطيط بحيث تقلص من الفجوات في المجتمع وتضع حد للفقر، وهناك أيضا قمع لمن يطالب بالتغيير حتى في الدول التي تشهد شبه استقرار كالعراق. شهدنا مظاهرات في البصرة والآن نسمع أن هناك تهديد أن هناك حتى تهديد بالقتل، وهناك أيضا حوادث تثير الشكوك. وهذه مداخلة من العراق، بما أنه هناك خطر على الأشخاص الذين يتحدثوا عن تلقيهم تهديدات، لم ترغب هذه الفتاة التي نزلت إلى الشارع أن تظهر بوجهها الكامل وبهويتها الكاملة. أنا واحدة من البنات اللي طلعت المظاهرات بالبصرة. طبعا كان سبب طلعتنا المظاهرات بالبصرة هو عن نطلب بحقنا وحق الشعب البصري من كل الخدمات اللي كنا نعاني منها، اللي هي أهمها أنه هو ملوحة الماء، وشي ثاني البطالة، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، يعني الخدمات المعيشية بصورة عامة كنا نعاني من عندها بالبصرة. طبعا طلعنا احنا كشباب نطالب بحقوقنا، نطالب بالشيء اللي نريده. واجهنا هواية عواقب، واجهنا هواية أمور من الجيش، من مكافحة الشغب، قمع بصورة وحشية إلى درجة من رمي بغاز المسيل والفلفل، وآخر شيء بدأوا يستخدمون ويانا اللي هو الطلق الحي وسقوط بعض الشباب قتلى وجرحى. طبعا هذا الشيء استمر لمدة ما يقارب العشرة أيام. على مدار 10 أيام الشباب تطلع وتطالب بحقها وتتعرض إلى قمع وحشي من قبل الجهات العسكرية أو جهات مجهولة ما نعرف هي منه، وحاليا تتعرض إلى إبادة جماعية. ممكن هذا الشيء كان ينحل بأبسط الأمور إذا الحكومة كانت منتجهة أو حاطة بالها يم البصرة. البصرة بها 4,500,000 نسمة تعرضوا للتسمم ما يقارب 120,000 ويمكن أكثر من العدد اللي ذكرته بهالأيام. يعني نموذج عن قمع متظاهرين يطالبون بالعيش الكريم، وهناك أيضا ملاحقات شملت الناس في منازلهم بعد عدد من المظاهرات. وأنت ليلى تظاهرت أيضا وتعرضت للقمع، أنت أصبت في جسدك عدة مرات. أنا قلت لك أنه منذ نشأة حركة إيرا الإنتاغية المحورة من طرف السلطات، إيرا خاضت 17 محاكمة، وفي كل وقت نعمل المظاهرات، نخرج للمظاهرات، وفي كل خرجة تقوم السلطات بقمعنا وتقوم بضربنا. وفي إحدى المظاهرات ضربوني على الوجه وأصبت بحروق شديدة في الوجه وسائل جماعي، وفي ليست هذه المرة الوحيدة، في العديد من المظاهرات كل ما نخرج يقومون بضربنا، في كثير من الضحايا
ممنوع التظاهر للمطالبة بتحرير العبيد. هم يقولون أن المظاهرات غير ممنوعة، لكن كل ما خرجنا للمظاهرات يقومون بضربنا ويفرغنا بالضرب الشديد، كثيرا منا يذهب إلى المستشفى، في كل مظاهرة يذهب الكثير منا إلى المستشفى. وأنت ما زلت مستمرة في التظاهر؟ نعم، رغم القمع. ما زلت مستمرة إن شاء الله حتى تحرير العبيد إن شاء الله تعالى. وزوجك في السجن وتتظاهرون للإفراج عنه؟ نعم، زوجي مسجون للمرة الرابعة، ليست هذه المرة الأولى، هذه المرة الرابعة يسجن فيها، هو الآن معه. ويطلب منه أن يكف عن المطالبة في تحرير العبيد؟ هم سجنوه لأنه يدافع عن المظلومين ويدافع عن العبيد، لهذا السبب هو في السجن، لكن كل ما دخل السجن هم يلفقون بعض التهم، من بينها المظاهرات، من بينه تجمع غير مرخص، في كل وقت يقولون لابد أن تكون التهمة فيها التجمع غير مرخص، تكون تهمة موجهة. نعود، عندك تعليق؟ طبعاً أنا يمكن التقيت فيها اليوم وتحدثنا كثيرا عن موضوع موريتانيا. بصراحة أنا ذهلت عن سماعي بعض هذه الحقائق. أنا كان لي صديقات في موريتانيا وحضرت معهم ندوات ومؤتمرات، لكن الحالات اللي وصفت لي الصراحة كنت مستغربة فيها كثيرا. حتى سألتها قلت لها بما أنكم تعانون من هذه المشاكل ودائما زوجها في السجن واختطافات وضرب ومشاكل، قلت لهم لماذا لم تخرجوا من البلد وتعيشون حياة كريمة في إحدى الدول يعني؟ قالت لي مستحيل وزوجي لن يرضى ذلك، إذا فعلنا نحن هذا الشيء وخرجنا من البلد من سيحرر البقية وكيف سيعيشون؟ بجد موقف جميل جدا. إذا كانوا أحد الناس الآخرين اللي هم بيحبوا مصالحهم أو مستغلين ربما سيتركون البلد ويخرجون، لكن هم قرروا المكوث في البلد والدفاع عن الشعب. وأنت في المنزل لديك تربين عبيد محررين؟ نعم، أنا في المنزل عندي كثيرا من العبيد الذين حررنا عاشوا معي في المنزل، والآن معي 3 أطفال أنا من رباهم، أتوا إلينا لا يقرؤون ولا يكتبون. كم كان عمرهم عندما أتوا؟ الأعمار لأنه هم ليست عندهم أوراق ثبوتية، العبيد في موريتانيا ليست عندهم أعمار غير معروف، أوراق ثبوتية، العمر غير معروف، لكنهم أتوا، 2 منهم إخوة أتوا إلينا، واحد في عمر 13 والآخر 9 تقريبا، والآن يتعلمون، والآن هم يتعلمون، هم 2 في الإعدادية الحمد لله. وأنت مستمرة في تحرير العبيد حتى لو أتوا إلى منزلك؟ أنا وهل يمكن أن يسجل هذا الشاب فيما بعد أن يأخذ اسم واسم عائلة ويصبح له هوية؟ نحن قمنا بتسجيله الآن، هم عندهم أوراق ثبوتية، لكن العديد من الضحايا العبودية ليست عندهم أوراق. وهل لديهم أم يرونها يعرفونها؟ الأطفال الذين معي أنا، نعم عندهم أمهم، في العطلة الصيفية يذهبون إلى أمهم بعدين يرجعون إلينا. أمهم أيضا كانت أمهم عبدة وما زالت، لا تزوجت من رجل وحررها، الآن ليست عبدة، هي تحررت قبلهم. تحررت قبلهم. العبودية في موريتانيا تأتي عن طريق الأم، هي أنجبت أولادها من الاغتصاب، وهم ضحايا الاغتصاب، أنجبتهم من أسيادهم، وعندما تزوجت هي، عندما تزوجت من رجل آخر رفضوا أن يتركوا الأولاد يذهبوا معها، ذهبت هي وبقي الأولاد يعملون في المنزل، هم صغار، واحد يعمل في المطبخ يطبخ يغسل الأواني يغسل الثياب، والآخر ذهب لرعاية الحيوانات، ذهب لرعاية راعي الإبل. و...
أنا مندهشة حقيقة، وأن العبودية تنتقل عن طريق الأم. الدول العربية لا ترضى أن تعطي الأم جنسيتها لأطفالها. العبودية تنتقل فعلا غريب جدا. العبودية تنتقل غريب. فقط لدي سؤال إذا سمحتي لي. قلت أن موريتانيا حرمت ألغت العبودية في عام 2007، هل جرمتها؟ هل جرمت استعباد البشر؟ ألغت العبودية في عام 2007 لإرضاء الرأي العام، لكن لم تجرم استعباد البشر. لم تجرم لأن كل الاستعباديين في الدول هم من الحكومة، بعضهم من متنفذين في الحكومة، وبعضهم من الضباط، وبعضهم من المشايخ، مشايخ في الدولة. كل الاستعباديين في الدول هم متنفذين بالسلطة. يعني هذا مستقبل يعني كم عدد تقولين؟ حوالي 20% من السكان. أنت تقولين 20. الأرقام متفاوتة ويعني النسب متفاوتة، ولكن هم بأعداد كبيرة. ما هو هذا المستقبل الذي لم يجري فيه وضع حد لهذه الظاهرة، وهناك أجيال أيضا تكبر على فكرة أنها مستعبدة؟ نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا في تحرير هذه الأجيال، لأننا نعملون على ذلك. ونحن عندما نتحدث عن أجيال قادمة، يعني هناك في اليمن ملايين الأطفال خارج المدارس، في سوريا ملايين الأطفال خارج المدارس، في ليبيا، في كل الدول الغارقة في الحروب، عن أي جيل نتحدث؟ عن أي مستقبل؟ جيل بلا مستقبل. يعني إذا تحدثنا عن اليمن الآن، يعني تقريبا يمكن في حدود 1,000,000 طفل خارج المدارس، وثلاثة مليون ولا 4 مليون تقريبا ربما على محك الخروج من المدارس. أنت تتحدثين على مدارس أغلقت، مدرسين لا يزاولون أعمالهم بسبب عدم وجود رواتب. يعني كيف ممكن يروح للمدارس وما عندوش يعني قيمة مواصلات أو قيمة احتياجاته الأساسية لتدريس هذا الجيل؟ الآباء أصبحوا أكثر قلقاً على أبنائهم لكي يذهبوا للمدارس من جراء الأحداث والمشاكل والحروب اللي بتحصل. يعني مأساة كبيرة بجد. جيل أعتقد جيل بدون مستقبل، جيل غير متعلم. ونحن نتحدث عن الإرهاب وداعش، ماذا نتوقع من جيل لا يتعلم ونريد محاربة الإرهاب؟ وفي سوريا نفس الشيء، يعني هناك المدارس التي دمرت في الحرب، وهناك الأطفال خارج المدارس. عشرات الآلاف من المدارس في سوريا دمرت في داخل سوريا، وأيضا هناك مشكلة وملايين الأطفال الذين أطفال حرموا من التعليم. في موريتانيا المدارس النظامية فيها شريحتنا، نحن العبيد الحراطين السابقين، وهم يمثلون نسبة أكثر من 50% من الشعب الموريتاني، وهم معروفون بأنهم حراطين. يعني مدارس ليست معروفة أنها للحراطين، لكن المدارس أكثرية التلاميذ فيها هم من الحراطين الذين هم السكان، هم الذين يمثلون نسبة 50%، وباقي السود الآخرين هم الزنوش. وفيها من الشريحة البيضان أقل قليلين كثيرا، وتلك المدارس لا يوجد فيها تعليم، لأن المدارس التعليم الحر أصبح الآن هو التعليم الموجود في موريتانيا. والذين ليست عندهم قدرة على تعليم أولادهم في المدارس الحرة، يكون أولادهم ضحية. كل ليلة يعني بعد هذا الحديث عن واقع هذه الدول، نتحدث عن طموح، ولكن أي طموح في ظل هذه الظروف؟ بالرغم من ذلك لابد أن نتحدث ونناقش مع الشباب المشاركين معنا عن هل لديهم طموح، هل هناك عوائق، هل هناك أحباط، بعد هذا التقرير.
نتشارك مع مجموعة الشباب مشاركين بعد ما سمعناك. بنطاق الحديث عن العبودية، نحن منعيش نوع آخر من العبودية واللي هو الاحتلال، ولكن قطعا بعدم أنه امتلاك الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. في بهذا المجال بحكي أنه الفلسطينية بيعانوا بالمجال الصحي، أنه في كتير أجهزة وفي كتير أدوية ممنوعة تفوت على البلد، فيضطر الفلسطيني بالخروج لبلاد أخرى ليجيبوا الأدوية. بمجال التعليم أنا بحاجة أني أستنى سنتين لحد ما يخلص الجندي الإسرائيلي فترة التجنيد تاعته عشان أقدر أفوت على الجامعة بتخصص ما بريده الإسرائيلي. أما بمجال التنقل فأنا لا أذكر صراحة أني انتقلت من مدينة لأخرى من دون ما أمر على حواجز إلا لما جيت على لبنان، يعني عطول كنت أتفتش عطول كان، فهذا كلياته أنا بعتبره جزء من العبودية، حتى ولو أنه مش بامتلاكه لإلي ولكن بيمسكني من الإيد اللي توجع. وآخر شيء اللي هو بما أنه كنا عم نحكي عن الطموح والمظاهرات، أنا بال2015 بذكرى النكبة كنت بالحاجز وعم نتظاهر عشان يوم النكبة، وإذ بأنه بستشهد ابن صفي على بعد 3 أمتار من قدامي، ومنضطر إحنا كلياتنا أنه يعتقلونا لمدة 19 ساعة عشان يعرفوا سبب وجودنا هناك وأنه إحنا مش لازم نتظاهر. فهذا يعتبر كمان نوع من أنواع العبودية. أما كل هاي الأسباب شكلت عندي طموح وأعطتني إصرار أنا وجميع الفلسطينية اللي جوا أنه لا لازم إحنا ندرس ولازم إحنا نتعلم ونحافظ على صحتنا ونفرجي العالم الأمور اللي إحنا عم نمرق فيها، وهذا السبب اللي مخليني في لبنان هون بعيدة عن أهلي وبلدي. Thank you. سنستمع إلى من لم نستمع إليهم قبل. بصراحة نحن عالمنا العربي اليوم عم بيعيش عصر صعب، ليس فقط على هذا المستوى ولكن على كافة المستويات، ومنها العبودية أحد أسبابها العبودية. عندما يحصل انحطاط يحصل انحطاط على كافة المستويات، وعندما يحصل نهضة تحصل نهضة على كافة المستويات. في العالم العربي نرى الكثير من الشباب ليس لديه أمل. أحب أن أوجه إليه رسالة، إن الأمم عبر تاريخها قد تعرضت لعصر من الألم والعصور المظلمة، ولكن لابد من أن يخرج من رحم الألم أمل. فكيف نخرج؟ ربما يسأل سائل كيف نخرج. لدي إجابتين، الأولى عبر التعليم سريعا، والثانية عبر أن نتوحد. وشكرا لكم. بالنسبة لي من أبسط الحقوق اللي لازم يتمتع فيها الإنسان هي الحقوق الأساسية، مثلا حق بالطبابة، حق التعلم، حق الغذاء، المسكن. وللأسف يعني أنا كتير اليوم تفاجأت بالخبريات اللي عم نسمعها أنه بعد في شعوب عم تعاني أنه من أبسط هول الحقوق ما عم بتحقق. العبودية. نعم العبودية. وبالنسبة إلي أنه الإنسان قبل ما يكون أنه عم بيشوفوه كعدد لازم يتمتع بحريته أنه يشوفوه كقيمة، وهيدا الشيء نحن عم نفقده بعالمنا العربي. وبس هيك. شكرا. سألتي شو هن طموحاتنا. طموح بالنسبة لي كلمة كتير كبيرة بالمطرح اللي نحن منعيش فيه، وكلمة كتير صعب اني افهمها او اني اوصلها. وكمان بالسؤال بيقول انه اذا نحن من هول اللي احلامهم انكبتت او اللي نحن ما بقى عنا احلام. هلأ نحن كتير منحلم، انا شخصيا كتير عندي قصص بحب اني اعملها وبحب اني اوصل له. صح انا مكبوت انكبتت وصح انا محطمة، بس هيدا الشيء ما راح يوقفنا. نحن الشباب، نحن الفكر، نحن التطوير، نحن فينا نغير ونحن بنعمل كل شيء. مرسي. شكرا. يمكن عم نحكي نحن عن الحقوق، وفي اشياء بلبنان في يمكن صوره نمطيه انه احنا بلد الحريات وبلد الحقوق، بس فعليا نحن بتضاؤل لهيدي الحريات وبتضاؤل لهيدي الحقوق، خاصه مع الشعوب يلي هي من برا لبنان. مثلا الشعب الفلسطيني بالمخيمات يلي هو عم بيعيش بحالات ما دون الفقر، بحالات ما عندهم مي، ما عندهم كهرباء. وعلى فكره ببيروت كمان موجود المي، بس موجود مية مجارير هي اللي بتتحمى وبتفرش اسنانها فيها العالم. نحن بلبنان يعني متهمين يمكن بكثرة حرية التعبير، بس فعليا نحن عنا النظام بيعتقل اي شخص ممكن يعبر عن رأيه بوجه هذا النظام يلي هو بيقمع كل شخص بيعبر ضده. سريعا. اليوم نحن كل اللي بيسألنا شو طموحكم، كل الشباب العربي بعتقد حيكون عنده جواب. طموحه الهجرة، انه يروح لمكان افضل، مكان بيتمتع فيه بالحريات بالحقوق، بيعيش سليم،
بأمن غذائي، بأمن اقتصادي، يقدر يكفي فيه حياته ويبني حياته ليأسس عائلة يمكن، أو ليتعلم، أو حتى ليتطبب. فنحن بشكل عام ما لازم نفقد الأمل والمطالبة أنه يصير عنا حقوق، ما لازم بقى نحلم بالهجرة، لا، لأنه نحن عنا بلدان لازم نحافظ عليها، وعنا أرض لازم نحافظ عليها، لازم نطورها كرمال نستمر وكرمال نضل عايشين. شكرا داني. بالبداية أود أن أعطي كلمة تأسي للأخت الموريتانية بأن لستم أنتم عبيد وحدكم، فالوطن العربي كله اليوم عبيد للرجل الأشقر ترامب. ثانيا، نحن في اليمن رغم الحرب، رغم القذائف، رغم الحصار التي مررنا بها، لم نشعر في الحرب الحقيقية إلا حينما بدأت الحرب الاقتصادية. الدولار اليوم ب700 ريال يمني. المنظمات الحقوقية أو المنظمات الإغاثية التي تتصدر المشهد والتي تقول أنها تسعى إلى خدمة الشعب والمجتمع، هي بحد ذاتها تتاجر بدماء وبأقوات هؤلاء الشباب. بالنسبة للحقوق والحريات، كلمة واحدة أقولها هو أن لايك في الفيسبوك لمنشور قد يؤدي بك إلى الوفاة، إلى الموت. إلى الموت. مين بعد يحكي سريعاً؟ أوكي. بس نحكى شوي بطريقة إيجابية عن لبنان مقارنة بالدول العربية المحيطة. هذا شيء أكيد مزبوط إنه نحن وقعنا يمكن أحسن من الدول المجاورة، بس أنا شخصياً ما بعتبر إنه أنا بكون بكامل حقوقي قبل ما دستوري ودولتي تعتبرني مواطن فرد قبل ما أكون مواطن بنتمي لطائفة. قبل ما هيدي القصة تنحل أنا ما بعتبر أنه وصلتني كل حقوقي بلبنان. شكرا. آخر مداخلة. أنا كمواطنة سورية وعشت أول أزمة، أول حرب بسوريا، ومثل كل المواطنين العرب يلي عاشوا كمان بظل الحروب ما زالوا مستمرين، بدهم يتعلموا، بدهم يحسنوا بلادهم، وبدهم يشتغلوا، وبدهم يطوروا، أكيد في طموح. شكرا لكم على المشاركة معنا، وشكرا على هالمداخلات. بيبقى نعطيكم كلمات سريعة فقط لأنه وقت هذه الحلقة انتهى. ليلى، أنا طموحاتي أن يتحرر كل بلدي من كل أشكال العبودية، وأن يتحرر السجين بيرام، السجين النائب البرلماني بيرام الدهعبيد، ورفيقه عبد الله والمسعود وكل المعتقلين، وأن يخرج ويشارك في الانتخابات الرئاسية 2019. يريد أن يترشح لأنه ترشح سبق. نعم. وترشح للانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية 2019، ونحكم دولة موريتانيا ونحقق فيها العدالة إن شاء الله. شكرا لك ليلى على المشاركة معنا. أنت أتيتي من موريتانيا، شكرا لك. رولا، لا، بالنسبة لمسألة الطموح يمكن أنا شوي شايف القصص أكثر بشكل سلبي أو أكثر ضبابي، يمكن لأنه بعد الحرب مستمرة بسوريا وبعد التهجير، يعني بعد في 13 مليون سوري هو مهجر من بيته، بعد عنا عشرات آلاف المختفين قسريا بين معتقلين ومختطفين. أرجو أن في المستقبل القريب أن يتوقف الحرب في سوريا، وأن تحل هذه الأزمة، وأن يعود جميع المختطفين والمعتقلين إلى أسرهم، وأن يعود جميع السوريين إلى سوريا، وأن يتوقف النزيف الشاب الذي تخسره سوريا اليوم. العقول السورية التي تهاجر اليوم لأنها ليس لديها أي أفق في البلد. شكرا جزيلا لكم. بيغم، هل من كلمة أخيرة؟ لدي كلمة أخيرة. نحن نتحدث عن طموح، أين الطموح في عالم عربي يطالب أبسط 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 الأشياء، أبسط الضروريات للحياة، وهو الأكل والغذاء والصحة والتعليم. شكرا لك بيغام العزاني من اليمن، شكرا على المشاركة معنا. شكرا رولا بغدادي من سوريا، ومرة أخرى شكرا ليلى أحمد من موريتانيا. شكرا لكم على المشاركة معنا، وإلى اللقاء مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من دنيانا الأسبوع المقبل.